الو الو، الو، ايوه معالي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء النور، انا اتفضلي. بحاول ايام والله عشان اوصل لحضرتك، ايه بحاول ايام عشان اوصل لحضرتك. حبيبتي احنا معاكي اهو، قولي. ماشي. انا 99 تسعة وجوزي تسعة 36. وجوزك 3 9 36 3 6. ايه السؤال يا معالي؟ عايزه اسال على كل حاجه، يعني الحاله الماديه وكده، الصحية. يعني عايزة تسأل عن الحالة المادية والصحية. طيب ان شاء قولي الله. لي جوزها كام؟ جوزها تلاتة ثلاثة ستة ستة صح؟ 3 6 وانتي 99 تسعة تسعة. يا العذراء، ستة جوزاء. عندك ايه ظروف صعبة؟ مساء الخير. مساء النور عليكي. عندك ايه ظروف صعبة؟ والله الحالة المادية بقى والحمد لله. يعني بيشتغل ايه جوزك؟ شغال موظف في الحكومة. طيب كان عنده مشاكل شوي بالشغل؟ شوية كده يعني. كان عنده مشاكل. وانت هو عنده مشاكل صحية ولا انت عندك مشاكل صحية؟ لا الحمد لله، هو عنده مشاكل صحية. ايه مشاكله الصحية؟ عنده السكر بس. سكر. والحالة النفسية بتاعته عشان الشغل وكده. ايه الحالة النفسية؟ عنده تعبان عشان الفلوس. عنده اكتئاب، هو على طول عنده اكتئاب. وعنده قلق وعنده خوف، دايما خايف وقلقان بسبب الشغل. وفي ناس بتحاربه. مين بيحاربه؟ من العيلة بتاعته؟ شوية كده يعني، بينه وبين اخواته وبينه وبين اخواته يا الشغل دكتور. يعني. بيحاربوا اخواته. انا بصي بقدر بقلك ان شاء الله ب15/10 اموره المادية ده تتحسن. بس انت الله. حابة تغيري الشقة او تغيري حاجة في البيت؟ لا والله احنا مش عارفين، ممكن يجي لنا بيت قريب، مش عارفين النظام كله ايه. على بتقول الله. ايه؟ بتقول لك ممكن يجي لنا بيت قريب، يعني كله على الله. انا شايفه ونعم عندك بالله لاخر معلم. سنه نقله جديده، ان شاء يعني في الله عندك تنتقلي لبيت جديد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك يا ام علي. الو الو الو، ايوه اسمع اتفضلي حضرتك. انا برج الجوزاء. الجوزاء 6/6/3. 6/6. عندك ايه مشاكل صحيه؟ ايه السؤال؟ عندها مشاكل صحيه، عندك مشاكل ايه؟ في جواز السنه دي. يعني بتسالي عن الارتباط، في ارتباط السنه دي ولا لا؟ ماشي، في سؤال تاني؟ لا حضرتك. ماشي. طيب اسالك سؤال يا اسماء، انت ايوه ما ارتبطتيش قبل هالمره او انخطبتي او انقرت فاتحتك؟ انقرت فاتحتك صح؟ واتفشكلت. من شهرين ولا 4 اشهر؟ لا من 3 شهور. من 4 اشهر. من اربع من اربع اشهر. اربع اشهر. وفي ارتباط تاني السنه دي؟ لا عندك ارتباط، عندك ارتباط، بس انا شايفه في خط رجعه بينك وبين الشخص الاولاني. هو بحرف الميم اسمه؟ اتجوز. هو اتجوز بتقول لك. في شخص بحرف الميم هو عايزك، قرايبك، حد، الله اعلم. عندك ارتباط بشهر ان شاء الله بين 11 و12 باذن الله، وعندك شويه مشاكل صحيه، نفسيتك شوي تعبانه. صح، يعني نفسيتك شوي تعبانه. اقري سوره الضحى. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك.